هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين وفي الأصابع وعلى الساقين والذي في الوجه ما عدا الحاجبين؟ هذا السؤال جوابه التفقيه، وذلك أن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا ما أمر الشرع بإزالته، وثانيا ما نهى الشرع عن إزالته، وثالثا ما سكت عنه الشرع. أما ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الإبطين فالأمر فيه واضح، وأما ما نهى الشرع عن إزالته فإنه أيضا واضح، حكمه واضح وأنه لا يزال، كما في شعر اللحية للرجل فإنه لا يجوز له حلقها لأن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله عز وجل. وأما ما سكت عنه الشرع مثل شعر الذراع والساق والصدر والرقبة فهذا قد يقول القائل إنه لا بأس بإزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وهذا مسكوت عنه فيكون عفوا. وقد يقول القائل إنه لا ينبغي أخذه، لا نقول إنه حرام لأنه لو كان حراما لبين تحريمه، ولكنه نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان، ولآمرنهم كما قال الله عز وجل عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي، إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف وتكون محل الأنظار، فهنا لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يخففها حتى لا يكون محل نظر من الناس. بقي علينا شعر الوجه كالحاجبين، فإن أخذ الحاجبين بالنفس محرم وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال أهل العلم: والنمص نتف شعر الوجه، والحاجبان من شعر الوجه. وأما تخفيف الحاجبين بغير نتف بل بالقص والحلق فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه داخل في النمص فلا فهو محرم بل كبيرة، ومنهم من قال إنه لا يدخل في النمص لأن النمص مخصوص بالنتف وهذا يتنى، ولكننا نقول إن الأولى والاحتياط تركه وعدم الأخذ من شعر الحاجبين، اللهم إلا أن يكون فيهما أذى للعين مثل أن تطول هذه الشعور، فحينئذ يجوز تخفيفها على وجه تزول به المضرة.